برحب بيكم بحلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد عن الأبراج. والنهاردة هنتكلم عن برج من أهم الأبراج عندنا في الشانل وهو برج الحمل، وهنتكلم عن أهم التحذيرات والنصايح، ومش هقول توقعات، يعني نصايح وتحذيرات لبرج الحمل في شهر فبراير 2021. دايما لسه بطلبها ما بين 2020 و2021. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى الفيسبوك. طيب برج الحمل، انتوا عارفين ان انتم الابراج اللي انا بحبها جدا جدا، من الابراج القريبة الى قلبي، علشان عندي بس فرانس كتيرة وناس قريبة مني جدا جدا من برج الحمل، فانا بحبكم. عايزاكم تركزوا كويس قوي في النصايح المهمة اللي انا عايزة اقولها النهاردة عن برج الحمل او تخص برج الحمل. اول حاجة، برج الحمل شايف ان انتم الفترة الجاية ممكن يكونوا معرضين للحسد اكتر. برج الحمل من الابراج اللي بيتكلم عن نفسه كتير، مش بيخاف، يعني دايما يقول انا عايز اعمل كذا وعايز اسوي كذا، وبيحكي كتير، هو حكاء عن البلانز بتاعته، عاول عن الحاجات اللي هو عايز يعملها، وده بيعرضه للحسد او يخلي الناس دايما بصاله وعماله يعني ايه يحقدوا عليه. فحاول ان انت تستعين على قضاء حوائجك بالسر والكتمان، ما تتكلمش كتير عن طموحاتك عن اهدافك عن البلانز بتاعتك يا برج الحمل، لان ده هيعرضك للحسد اكتر. ده رقم واحد. رقم اتنين كمان، حاول ان انت تقرأ افكار الصباح والمساء كتير، حاول ان انت يعني ايه تقرأ المعوذتين، لان انت في طاقة حسد وطاقة حقد، في ناس كتير حقودة عليك او بيبصولك بصت ايه ده هو بيعمل كل حاجة هو عايزها، ايه ده هو كل ما بيقع بيعرف يقوم تاني ازاي اقوى كده. فعندك ناس حقد كتير جدا جدا في حياتك يا برج الحمل، خد بالك. طيب انا شايفه ان شهر فبراير بالنسبه لبرج الحمل هو شهر ايجابي، في نجاحات، في تفوق، في حركه ايجابيه، حتى لو ما كانتش حركه سريعه، يعني حركتك او تفوقك او تقدمك الفتره الجايه برج الحمل مش سريع، بس انا شايفه ان في حركه او في ايه في 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 تقدم، مش تقدم قوي جدا، بس انت هتبقى افضل. بالعكس شايفه عندك نجاحات في العمل، شايفه ان مديرينك او رؤسائك مبسوطين منك. برج الحمل من الابراج اللي لما بيحط حاجه في دماغه بيبقى ادكتد ليها قوي، شايفاك بتحاول تكون عندك هدف. انا شايفه في هدف، زي ما قلت ان انت مش بتتحرك بسرعه ناحيه الهدف، بس في حركه ثابته وقويه ناحيه تحقيق الهدف. عندك ترقيه، او ممكن تغير مكانك في الشغل او تغير شغلك، حتى الناس اللي مش بتشتغل جاي لكم فرصه لعمل جديد، يعني الناس اللي بتدور على شغل شايفه فرصه قويه ان انت تلاقي شغل يا برج الحمل. الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندك ترقيه لمكان افضل، او هتغير شغلك او هتتغير جوه من مكان لمكان جوه الشغل، ففي حركه في العمل. بس انا شايفه ان في نجاحات، في تقدم، في احساس بالذات، يعني ثقتك في نفسك هتزيد، هتحس ان انت اكثر جاذبيه، جذاب، واثق. هو دايما الحمل واثق في نفسه، ما عنديش اي مشكله مع الحمل خالص، مش الابراج اللي فيها مشاكل في الثقه في النفس. طيب شايفاك يا برج الحمل محتار ما بين حاجه او منتظر قرار، يعني في قرار لازم تاخده، فشايفاك خايف او مش خايف، يعني متردد في اخذ قرار. فعايزه اقول لك ان انت هتلاقي الاجابه في اخذ قرارك في العلامات الالهيه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبعتها ليك، وحاول تصلي صلاه استخاره عشان ربنا يلهمك بالقرار الصحيح. بس انا شايفه في حيره، يعني برج الحمل محتارين في قرار معين، محتارين في حاجه نفسهم ياخدوها، بس هم خايفين او مش خايفين، يعني مش عارفين اذا كان هو ده القرار الصائب ولا لا. فنصيحتي ليكوا، انتبهوا من العلامات الالهيه والعلامات اللي ربنا سبحانه وتعالى هيظهرها لك في طريقك، سواء تفسير للي بيدور في دماغك، اسئله كتيره في دماغك مثلا هتلاقي في تفسير قوي جدا جدا ليها. طيب شايفه ان روحانياتك هتزيد الفتره دي يا برج الحمل، فحاول تتامل يا جماعه. برج الحمل من الابراج اللي روحانياته قويه لما بيحس بالحاجه بتحصل، فانا شايفه عندك روحانيات قويه جدا، بتحس بحاجات وتبقى حاجات صحيحه، فبالتالي زودوا من التامل، اعملوا لو اوف اتراكشن. يا جماعه في فيديوز كتير جدا عن لو اوف اتراكشن هسيبها لكم هنا، اتفرجوا عليها هتعجبكم قوي قوي قوي. حاول كمان يا برج الحمل ان انت تفكر بايجابيه، يعني انا شايفه ان عندك مشكله الاوفر ثينكينج، وده سؤال لبرج الحمل، هل انت بتشعر الفتره دي ان انت بتفكر كتير قوي زياده عن اللزوم، وان انت عندك مشكله الاوفر ثينكينج ولا لا؟ انا متاكده ان اي حمل دلوقتي بيتفرج عليا بيفكر كتير جدا وعندهم مشكله اوفر ثينكينج قويه جدا جدا. طيب فانت كل الباور بتاعتك استغلها في ان انت تفكر في الحاجه اللي انت عايزها بطريقه ايجابيه عشان تقدر توصل للي انت عايزه. ايماجينيشن يا جماعه، تخيل 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 يا برج الحمل. طيب كمان يا برج الحمل شايفه عندكم
الفترة دي ممكن مصالحات كتيرة جدا، مصالحات في العمل، يعني ناس تكونوا زعلانين منهم أو متضايقين منهم هتتصالحوا معاهم، مصالحات مع الأصدقاء، مصالحات في العيلة، يعني مثلا ممكن تكون كان في ناس متخانقة مع بعضها في العيلة، أنت يا إما أنت هتساعد الناس دي تتصالح مع بعضها، يا إما أنت هيبقى هتتصالح مع ناس أنت كنت زعلان منهم في العيلة. شايفة في مصالحات إيجابية كويسة جدا، وشايفة في لمة عيلة قوية، شايفة في احتفالات عائلية، عندكم خطوبة في العيلة، عندكم فرح في العيلة، عيد ميلاد، في احتفال او تجمع ما بينك وما بين عيلتك واصدقائك كمان، فكأنكم عندكم جاذرين كده، تجمع في فرحة، في بهجة، في سعادة، تجمع ايجابي. حتى علاقتك باصدقائك هتبدأ تتحسن، شايفاك كنت مثلا منعزل شوية او بعيد شوية، لا علاقتك هتبدأ تتحسن، هيبقى عندك تصالحات حتى كمان في حياتك مع الاصدقاء. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الحمل والحب، وايه اهم نصايح لبرج الحمل والحب. طيب في سؤال، ايه اهم الطاقات الموجوده حوالين برج الحمل بالحب؟ هقولها في اخر الحلقه. طب برج الحمل شايفه الناس المنفصلين او المرتبطين او العزاب، تعالوا نتكلم بقى عن كل واحد لوحده. انا شايفه الحمل يشعر بوحده عاطفيه الفتره دي، يعني في اوقات كده الحمل بيبقى حاسس كده بسخاء عاطفي، لا الفتره دي انت حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان انت عندك حاجات كتيره قوي، مش كنت محتاج حد يحتضنك او يحتويك الفترة دي، وعندك يعني زي ما تكون هتبقى مخزول من ناس كتيرة جدا انت كنت بتحبهم وحاسس بقربهم ليك يا برج الحمل، ففي طاقة خذلان قوية جدا من شخص انت بتحبه او من اشخاص كمان انت بتحبهم يا برج الحمل، كنت متوقع الناس دي هتبقى جنبك، هتبقى بتدعمك، الا ان الناس دي يعني كأنها خذلتك يعني. طيب برج الحمل شايفه ان انت شريك حياتك يا برج الحمل عايز يرجع لك، وات ايفر انت لو كنت منفصل، شايفه ان الشخص اللي انت بتحبه بيحاول ان هو يصالحك، بيحاول هو عايز يرجع لك، عايز يصالحك، عايز هو حاسس بحب ناحيتك، مع ان هو شخص غامض، يعني انت حاسس بغموض ناحيه شريك حياتك، سواء ان انت مرتبط او منفصل او حتى عايز بتكراش على حد او بتحب حد، الشخص اللي انت بتفكر فيه انت شايفه شخص غامض، مش قادر تفهم هو بيفكر ازاي، هو شخص عنيد كمان، واضح ان دماغه ناشفه، ذكي جدا، ممكن يكون اجتماعي محبوب، بس هو شخص بيحبك، يعني هو مش عايز يخسرك، يعني دي حاجه الاساسيه، مشاعره ناحيتك حقيقيه وهو عايز صالحك، عايز علاقتكم ترجع زي زمان، بس هو شايف ان في مشاكل، فانت اللي زعلان منه على فكره، او الحمل هو اللي واخد موقف في المرحله دي، او انت اللي هتزعل منه، هو هيحاول يصالحك، وفي كل الاحوال الشخص ده مش هيحاول يخسرك، يعني هو هيعمل المستحيل ان هو ما يخسركش برج الحمل، لانه حاسس ان انت حاجه كانك هديه من السما ليه، حاسس ان انت شخص دمك خفيف قوي واثق في نفسك، هو شايف ان فيك مميزات كتيره جدا مش هيعرف يلاقيها مع اي حد تاني، فهو مش عايز يخسرك باي طريقه إن كانت، عايز يفضل جنبك، عايز يكون قريب منك، فالشخص ده بيحبك حب حقيقي، اه بيحبك حب حقيقي، لو انت منفصل عنه او لسه في اعجاب ما بينك وما بينه او مرتبط بيه، ممكن بس يكون في شويه يعني ايه شويه عدم استقرار عاطفي للناس المرتبطين او للناس المنفصلين، يعني ايه العلاقه اون اوف شويه. شايفه مثلا ممكن يكون الناس المرتبطه في شويه مشاكل ممكن تدخل ما بينكم، شك، غيره من ناحيتك، يعني انا شايفه ان انت بتشك في الشخص ده وبتراقبه مراقبه ثاقبه، وانت حاسس انه بيخونك، او في طرف ثالث في العلاقه دي انا شايفاه واضح جدا جدا، معرفش ليه دايما الحمل عنده طرف ثالث، بس انا شايفه ان الحمل عنده طرف ثالث. بس انت شاعر ان انت وحيد الفتره دي، بتفكر كتير قوي قوي في الحبيب، وبالليل بالذات فتره بالليل دي بتقعد تفكر ودماغك بتروح وتودي، وفي افكار سوداويه كتير حاولت تهرب منها. صحتك يا برج الحمل شايفه ان هي في تحسن، ممكن تكون عندك وعكه صحيه او بعض المشاكل والارهاق والتعب، بس شايفه بعد كده ان هي هتمشي بسرعه، فما تقلقش يا برج الحمل، حتى لو في ارهاق جسدي او في تعب او في مشاكل صحيه هتمر مرور الكرام من غير اي خطر على حياتك. جاي لك فلوس كويسه الفتره دي من العمل، ممكن يجي لك بونص، يجي لك ترقيه، جاي لك مكافاه، جاي لك فلوس كويسه، وانا شايفه ان حالتك الماديه هتبدا تتحسن من شهر فبراير، عندك تحسن واضح، فلوسك هتكتر، عندك بركه في الرزق، بس شايفه ان ممكن امورك العاطفيه اللي مش احسن حاجه في الدنيا. طيب مين الطاقات الموجوده حوالين برج الحمل في الحب؟ طاقات ناريه، شايفه حمل، شايفه اسد، شايفه قوس، طاقات ترابيه، شايفه ثور، شايفه عذراء، وجدي كمان، شايفه طاقه ميزان برضو، ودلو، واخر طاقه شايفاها حوت. شكرا، بحبكم جدا جدا، قولوا لي يا برج الحمل هل في
طاقه شك قويه ما بينك وما بين الحبيب، وانت متضايق منه وزعلان منه وحاسس بغموض في العلاقه، وان انت مش فاهمه او ان انت مش فاهم هو بيفكر ازاي، وشاكك ان ممكن يكون في طرف ثالث عند الشخص اللي انت بتحبه ولا لا. اشكركم. خلي بالكم من طاقه الحسد، اكتر طاقه بحذركم بيها منها هي طاقه الحسد. ثانك يو بيج هارت. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من صحتكم، لان حتى لو عندك وعكه صحيه هيبقى في تحسن قوي قوي جدا جدا في حياتك الفتره الجايه. بحبكم قوي قوي يا برج الحمل. شكرا لدعمكم للقناه. باي باي، مع السلامه.